مشاهدينا الكرام، الموضوع اللي لاهي نبدأ به فقرة ميديا موضوع مهم جدا. زميلتنا جميلة محمد الهادي، من المعلوم أنها قاست تركيا برك وحالا تتلقى العلاج وهي في حالة الصحية، حالة حرجة جدا وتحتاج لتكاتف الجميع من أجلها، لأنها أيضا خدمت هذا الوطن من موقعها كصحفية وكإعلامية في المؤسسات الإعلامية. في هذه الفقرة سنبدأ باستضافة الإعلامي أحمد محمود حامدين، وهو مقرب جدا من هذه من أسرة جميلة محمد الهادي. بداية أهلا بك الإعلامي أحمد محمود حامدين، يعني حدثنا في البداية عن الوضعية الصحية لجميلة محمد الهادي. شكرا لك زميلي الحافظ، وشكرا لقناة الساحل على هذا الاهتمام بقضية الصحفية والإعلامية جميلة. الحمد لله وضعية جميلة الصحية الآن وهي تتلقى العلاج من مشفى أكتيف، هذا المشفى الموجود في تركيا والذي كان هو المنقذ لحياة جميلة في وقت كانت تحتاج فيه إلى من ينقذها في إسطنبول. وفي اللحظة الأخيرة الحمد لله وصلت المعلومات عن جميلة إلى هذا المستشفى، وتدخلت ليلى وهي المالكة للمستشفى، تدخلت بروح إنسانية وبروح وطنية تركية غيورة على سمعة تركيا في الوقت المناسب، ونقلت جميلة بطريقة حرفية وبطريقة مهنية صحية وطبية إلى مستشفى أكتيف الموجود في إسطنبول، وهي الآن تتلقى العلاج والحمد لله بأحسن حال مقارنة مع الحالة التي كانت بها سابقا. إذن هذا هو حال جميلة الآن، وهي تتلقى جرعات العلاج خطوة وراء خطوة حتى تسترجع إن شاء الله صحتها بإذن الله، وهذا هو ما نتمنى إن شاء الله. نتمنى ذلك إن شاء الله. يعني محمد حمود، يعني شهدنا تعاطفا كبيرا من على مواقع التواصل الاجتماعي مع جميلة محمد الهادي شفاها الله، وبعد ذلك جرت أحداث وتم نقلها إلى تركيا للعلاج. يعني ديرنا في الصورة، شنو هو تعقيبكم على هذا التعاطف، بعد ذلك نعود نقيس الأحداث المتتالية. شكرا. هذا التعاطف الذي تلقته جميلة هو الذي أعتقد أن أقول أنه هو الذي أنقذ حياة جميلة. إذن شكرا من قلبي، شكرا باسمي، شكرا باسم العائلة لكل من دون ولو بكلمة ولو بدعاء، شكرا لكل من ساهم في أن تصل قضية جميلة إلى أعلى المستويات في موريتانيا وحتى في تركيا أيضا. فعلا هذا التعاطف كان مهما، هذا التعاطف هو حملة قام بها كل شخص بطريقته وبأسلوبه حتى وصلت هذه القضية إلى المستوى الذي وصلت إليه. المطلوب الآن هو بعد هذه الحملة هو أن تواصل الدولة العمل الذي قمنا به هنا في موريتانيا من أجل أن تتكفل الدولة بعلاج جميلة. وهذه كانت هناك إجراءات أولية قمنا بها، ولكن أيضا ما زلنا نحتاج إلى تدخل فخامة رئيس الجمهورية، إلى تدخل وزير الخارجية الموريتاني، إلى تدخل وزير الصحة من أجل أن تنتهي هذه القضية وأن تعالج جميلة في تركيا على حساب الجمهورية الإسلامية الموريتانية. نعم حمد أحمد، يعني هذا كان تعقيبكم على تعاطف الفيسبوك، ولكن حدثنا عن المراحل اللي خاضت عليهم جميلة من وسط تركيا لظروف العاش فم إلى اليوم. شن هي المراحل اللي خاضت عليها جميلة محمد الهادي إلى درك ذيك الظروف الصحية اللي تعانيها؟ ظروف النقل، وصلت جميلة طبعا في صباح باكر إلى تركيا، أعتقد يوم
يوم الجمعة أعتقد، وذهبنا إلى مشفى هناك في تركيا. لا أريد أن نتحدث في هذا الوقت عن ما تعرضت له جميلة من إهانة من طرف هذا المشفى. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع حالا، لكنني سأبدأ من تدخل السيدة ليلى، وهي سيدة أعمال تركية مالكة لمشفى أكتيف، وأيضا تدخل رجل أعمال التركي زين العابدين، وهو تركي من أصول موريتانية، وكذلك رجال السفير أيضا التركي الموجود في موريتانيا. أيضا طبعا مخرج طلع من الصور المصاحبة من هذه النقطة عند التدخل هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل النبيل في لحظة كانت جميلة تحتاج إلى إنسان. لم يلفت انتباهي أبدا المهنية ولا السرعة ولا أيضا الطاقم الطبي على أعلى المستويات الذي يتمتع به هذا المستشفى، مستشفى أكتيف، بقدر ما لفت انتباهي الإنسانية. نعم الإنسانية عندما تعاملت في لحظة كانت جميلة تحتاج إلى إنسان. لم يلفت انتباهي أبدا المهنية ولا السرعة ولا أيضا الطاقم الطبي على أعلى المستويات الذي يتمتع به هذا المستشفى، مستشفى أكتيف، بقدر ما لفت انتباهي الإنسانية. نعم الإنسانية عندما تعاملت طاقم هذا المستشفى من قمته إلى قاعدته مع هذه الحالة الإنسانية، وعندما استقبلت جميلة بحفاوة داخل مستشفى أكتيف، وعندما أصبح أطباء متخصصون يراعون ملف الطبي لجميلة ويواصلون من خلاله التعرف على المشكلة الصحية التي تعانيها، وبدأوا بالفعل معالجتها بطريقة مهنية رائعة إنسانية. وحتى المرافقين لجميلة في مستشفى أكتيف يتلقون حفاوة وكرما للضيافة التي تعكس كرم الأتراك وتعكس أيضا الثقافة التركية التي ربما غابت عن بعض الموريتانيين. إذن هذه هي الحالة التي توجد فيها جميلة الآن عندما نقلت إلى مستشفى أكتيف بسيارة إسعاف مجهزة للنقل، وبسيارة أخرى أيضا شخصية للمرافقين، وأيضا بمكان يليق أيضا بمرافقين جميلة، وبمكان جناح من هذا المستشفى الراقي جدا والذي يمتلئ من أنواع التخصصات، لأنه كانت هناك عناية خاصة بجميلة ظهرت حتى في الاستقبال الذي خصته بها من خلال منشور خصتها بها الرئيسة التنفيذية للمشفى وأيضا للمستشفى وأيضا المالكة له، من خلال منشور عبر عن استعداده للتعامل والتعاون في هذه القضية، وبأن تكون جميلة بصحة جيدة. وهذا عمل لا ننساه أبدا لليلى، لا ننساه لزين العابدين، لا ننساه لكل من ساهم في هذا العمل النبيل. جميل، شكرا جزيلا لكم الإعلامي أحمد محمود حامدين والمقرب من أسرة جميلة محمد الهادي، التي نتمنى لها الشفاء العاجل وتعود لمكانها إن شاء الله في قناة الساحل وفي الإعلام بشكل عام. إذن مشاهدينا الكرام، لا هي نطلع لكم الآن صورة على الشاشة. هذه الصورة هي نشرتها سيدة الأعمال ليلى الهان بامو جوجو، رئيسة التنفيذية ومالكة مشفى أكتيف. قالت في هذه الرسالة: نشكركم جميعا على تفاعلكم، أهم مسألة لدينا هي خدمة المريضة وتقديم كل ما يمكن لأجلها. نحن هنا في تركيا في خدمة إخوتنا من الشعب الموريتاني العزيز، وسنبقى بجانبه في أي شيء قد يحتاجه. مؤسستنا وكل كوادرنا الإدارية والطبية، أسمى هدف لدينا هو صحة المرضى وخدمتهم والوقوف معهم. كل الشكر لكم، ونتمنى الشفاء العاجل للسيدة جميلة ولكافة المرضى. ليلى الهان بامكجو، رئيسة التنفيذية ومالكة مشفى أكتيف، شكرا جزيلا لك أيتها السيدة الإنسانة. مشاهدين الكرام، كاملين راجين إن شاء الله الشفاء الجميلة محمد الهادي،
ونطوي هذه الصفحة ونتمنى أن نفتح صفحة أخرى مليئة ب